السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام، وحييكم بها على الهواء مباشرة أينما كنتم داخل وخارج الوطن إلى حلقة جديدة من برنامجكم مستقبل وطن. مشاهدين الكرام، حلقتنا لهذه الليلة نكرس الحديث فيها عن تردي الخدمات في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، وسوف أناقش العديد من الأسئلة. لماذا تصر الميليشيات الانقلابية على نسف مقومات البنية التحتية في مناطق سيطرتهم؟ وما الذي أبقته الميليشيات الانقلابية للمواطنين من تدميرهم الواسع لأجل مصالحهم الضيقة؟ وما هي أيضا ردات فعل المجتمع اليمني، وأيضا دور الحكومة الشرعية والدور الإقليمي وكذلك الدولي حيال مآسي التي خلفتها الميليشيات الانقلابية من ترد للأوضاع الصحية والخدمية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية؟ مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني أن أناقش هذا الموضوع مع ضيفتي في الاستوديو الأستاذة هند محمد، كاتبة وناشطة حقوقية. مرحبا بك أستاذة محمد. أهلا وسهلا. ومشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش دعونا نشاهد سويا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على موضوع حلقتنا لهذه الليلة. ما الذي أبقاه الحوثيون من اليمن ابتداء من علمه الجمهوري الذي يتوارى لصالح شعارهم المتصدر لكل الفعاليات، ووصولا للمواطن الذي يوشك أن يتوارى من الحياة بسبب الخوف والمجاعة؟ تستمر الميليشيا بانحدار مريع نحو ماض بئيس يناقض كل توجهات واتجاهات العالم نحو المستقبل، ماض تهيئ الميليشيا أرضيته باستكمال نسف كل مقومات الحياة وخدماتها الأساسية في مناطق سيطرتها، ليصبح وضع اليمن في التقارير الدولية باعثا على الشفقة باعتباره أسوأ كارثة إنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة وتصريحات مسؤوليها المتوالية. تحويل الميليشيا للمناطق الواقعة تحت سيطرتها لسجن كبير يقابله إصرار على استمرار الحرب واستكمال التدمير. وفيما أكد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن 70% من اليمنيين بحاجة لمساعدة عاجلة، تعمد الميليشيا التي صنعت الواقع الأسود لسرقة مساعدات الجوعى ليزدادوا مجاعة، في تأكيد عملي متواصل أن الميليشيا التي تمثل المشكلة بكلها لا يمكن أن تكون جزءا من الحل. استغاثات المرضى أيضا تقابلها الميليشيا بصرخات الموت التي لا تأبه لموت أحد، فالمواطن في قاموس الميليشيا رقم يلقى به في الجبهة أو يحشد إلى 70، أي أنه خادم لأطماعهم ولا يستحق خدمات من قبلهم. وعلى سبيل المثال، 4700 مريض في مركز الأورام بالحديدة تذوي حياتهم مع كل يوم تزدهر فيه تجارة قيادات الميليشيا. الإصرار الميليشاوي على نسف كل مقومات البنية التحتية يكشف جانبا من استفادة زعماء الميليشيا من التدمير الواسع لأجل مصالحهم الضيقة، فتضرر المواطن من نسف خدمات الكهرباء يقابله ازدهار تجارة الطاقة البديلة التي تصب عائداتها في جيوب القيادات الميليشاوية، وإسوانة الغاز التي تغادر مأرب رخيصة باتجاه منازل المواطنين، لا تدخل هذه المنازل إلا بأسعار مضاعفة تتضاعف معها ثروات المشرفين. والسوق السوداء تضاعف سواد الظلمات التي يخرج المواطن يده فيها فلا يكاد يراها أو يلمس فيها شيئا بعد ابتلاع الميليشيا لاحتياطي البلد واستيلائهم على مخصصات الرواتب. أما المياه الصالحة للشرب فيقابل انعدامها مياه مجار وقمامة تملأ الشوارع وتضاعف الأوبئة، ولكي تكتمل صورة الإمامة كما يريدها الإماميون يتجهون باليمن نحو قطع تواصلهم مع الآخرين، فاليمن وفقا لأحدث تقرير أسوأ دولة عربية في خدمات الإنترنت، وذلك حال يجعل السؤال المقلق لكل مواطن لما يتأخر فجر الخلاص رغم تهيؤ كل أسبابه. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. مشاهدين الكرام، وأجدد ترحيبي ضيفتي في الاستوديو الأستاذة هند محمد، الكاتبة والناشطة الحقوقية. مرحبا بك مجددا أستاذة هند. حقيقة العنوان عريض وكبير جدا، لا يمكن أن نختزل معاناة الشعب اليمني في هذه الساعة، لكن لعلنا نستطيع الوقوف على أبرز ما يعاني أبناء الشعب اليمني تحديدا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. وأبدأ معك بسؤال عام، يعني ما الذي أبقته هذه الميليشيات الانقلابية
من اليمن للمواطنين في ظل الحديث عن تردي الأوضاع الخدمية والصحية والإنسانية وغيرها. نريد منك نبذة عن حال المواطنين ومأساتهم في ظل سيطرة الميليشيات الإنقلابية في المناطق الخاضعين تحت سيطرتهم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الجزئية الوضع الإنساني في اليمن وضع كارثي تماما، وبحسب البنك الدولي فإن اليمن تعاني كارثة إنسانية تعتبر من أسوأ الكوارث في العالم، أو تضاف إلى كوارث المسلمين في العالم وكوارث العربية كذلك. فيعني ماذا بقي أن نتحدث عن الجانب الإنساني وهناك 85% من إجمالي سكان اليمن يعانون فقرا مدقع، 10 مليون منهم ينتظرون الوجبة القادمة من أين ستأتي. الوضع الإنساني في اليمن متردي تماما، وأساسا هو قائم على وضع متردي، يعني كما يقال أنها القشة، الحرب التي تخوضها اليمن الآن هي القشة التي قسمت ظهر البعير. الوضع الإنساني في اليمن أساسا كان مقبل على وضع كارثي اقتصادي من قبل 2011، وإنما جاءت هذه الأحداث لتكمل ما تبقى. وضع إنساني، لا يجد الناس رواتب يعيشون منها، لا يجدون دخلا يعملون به، بطالة مستشرية في اليمن، وأساسا اليمن تعاني بطالة، بحيث تعتبر اليمن من أكثر المناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد البطالة. أما الآن فالشعب كله يعاني البطالة، وحتى الذي يعمل لا دخل له. فهذه نعم، ذكرت مسألة المرتبات. طبعا إذا ما تحدثنا عن الإيرادات التي تسيطر عليها الميليشيات الإنقلابية، أيضا وفقا لإحصائيات بأنها تغطي ميزانية الدولة بأكملها، ليست فقط المرتبات الموظفين بل ميزانية دولة كاملة تشغيلية. أين هذه الأموال من الميليشيات الإنقلابية التي بات البعض يتحدث بأنها أصبحت لصالحهم أو لمصالح ضيقة للميليشيات الإنقلابية؟ كما هو المعروف في الأوضاع الدكتاتورية في عندما تسيطر على الوضع في بلد ما، فإنها لا تحسب للمواطن حسابا، وبالتالي أي إرادة تدخل في هذا المكان كأنها لم تكن. نقول أن الإيرادات موجودة والدعم الخارجي أيضا موجود، لكن هناك الصرف عام لا يتطرق إلى الجانب الاجتماعي في اليمن. الإيرادات لا تصرف في الصحة ولا في التعليم ولا في تغذية مرتبات الناس، وإنما تصرف في الجبهات في شراء أسلحة، وأيضا تصرف للمؤلفة قلوبهم لأصحاب السيادة والريادة، هؤلاء الذين أثروا في شهور معينة وسنوات قليلة جدا، فلم يعودوا يشعرون بمعاناة الناس، خاصة في وجود جهل مسبق وتجهيل الآن إضافي لما كان وتضليل إعلامي. الإرادة موجودة والدخل قد يفي باحتياجات الناس كرواتب ودخل غير ذلك، ولكن النوايا غير موجودة أساسا لأن يعيش هذا الشعب في حياة فيها كرامة. لأننا عدنا نبحث عن التنمية ولا عن كرامة، ولكن نبحث عن حياة، أن يبقى الشعب هذا على قيد الحياة، مستمر على قيد الحياة. نعم. طيب الآن ربما نأخذ أيضا صورة من الداخل. معنا أم محمد مواطنة معنا عبر الهاتف. مرحبا بك سيدة أم محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك سيدة أم محمد. هل لك أن تطلعينا على الوضع الإنساني في العاصمة صنعاء وأبرز ما يعانيه المواطنين تحت قبضة الميليشيات الإنقلابية؟ والله يا ولدي الوضع متعب، احنا تعبانين الشعب تعب، يعني لا عد نقولش الماء والكهرباء والأشياء الأساسية اللي المفروض موجودة في كل دولة. احنا الآن نبحث عن لقمة العيش اللي ناكلها اللي نسد بها يعني بطون عيالنا، تعبانين يعني لا عد أكل ولا عد شرب ولا عد رواتب ولا الآن كل همنا اللي بيحصل الآن إن احنا ندور لقمة العيش باليمين ولا بالشمال، من فوق ولا من تحت، المهم احنا نخرج لقمة العيش اللي نسد بها بطون عيالنا. نعم. طيب سيء جدا. نعم سيدة محمد، تتحدثين عن وضع صعب، أبرز هذه المعاناة، هل صعوبة الحصول على فرص عمل، هل انتشار السوق السوداء، هل احتكار التجار لبضائعهم، ماذا عن غلاء الأسعار، ماذا تحديدا يعني؟ كلهم حرب على المواطن بشكل يعني حرب ضروس، يعني يشتونا نموت، اللي ما مات في الجبهة هو يموت في بيته، يعني
قبل الأيام يموت الدكتور في بيته جاوع، ما بش معه ما يأكل، لا مرتبة، أسواق غالية نار، من اللي يصير يشتري قفعان ميدو حليب 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 اللي حق الأطفال 7500 ريال، من عيشتريها؟ علبة فيها مدري كم كيلو، يمكن 2 كيلو ونص 7000 ريال، من عيشتري 7000 ريال؟ هذا إحنا نفكر لها تفكير 1000 تفكير، تمشي في 1000 طريق، نشتري بها طحين ولا نشتري بها دقيق ولا نشتري بها خبز؟ 7000 هذه ويني أصلا؟ ما بش رواتب، الرواتب يا أخي قد لها سنة وإحنا بغير الرواتب، حالنا مزري مزري، قلت إحنا تعبانين من جد تعبانين. يعني أخلي الأسواق السوداء وخلي التجار اللي بيخزنوا، شوف الحوثيين لما يوزعوا الأكل بيناتهم البين، يعني ما عنقولش الأكل البسيط العادي، صار يوزعوها بالجواني يا ابني، تخيل جواني في الطقومات يوزعوها بيناتهم البين، وإحنا نتفرج بعيوننا وما إحناش قادرين نتكلم ولا ندي كلمة، لأنه صار الرصاص هو الحكم، هو الذي أي واحد يتكلم على طول الرصاصات وقت عليه، صرنا تعبانين جاوعين تاعبين، ومع ذلك ما إحناش قادرين ندي كلمة واحدة لأنه الرصاص هو سيد الموقف. نعم، أمام هذا السكوت وأمام هذه القبضة التي تتحدثين عنها سيدة أم محمد، يعني بوجهة نظرك، يعني أمام البذخ الذي تعيشه الميليشيات الانقلابية من انتعاش وسرقة للموارد موارد الدولة وعدم إعطاء المواطنين أي مخصصات أو مستحقات أو نظرة إلى حالهم ووضعهم المعيشي، ألا ترون أن أي خطوات يمكن أن تتخذها هذه الميليشيات تحت المناطق التي تسيطر عليها من تحسين وضع المعيشي أو غيرها، أو أي حتى بوادر إن كانت اجتماعية وعلى مستوى الحارات أو ما إلى ذلك؟ هذه أوهام يبيعوها للمواطن المسكين، ما بش ميليشيا أو سارق يقول لك أنا شسرق منك وأدي لك من الذي تركته منك، اللي يسرق ما عاد يبديش وجهه يا ابني، خلاص الآن هم يسرقوا وسددوا حقهم الأخزاق اللي بيفعلوها في البلاد، ما هي الأخزاق، ما هي المشاريع اللي بيفعلوها للوطن، ما هو المشاريع اللي بيفعلوها للمواطن المسكين المدعوس الجاوع التاعب الميت، المشاريع اللي بيفعلوها يا ابني هي بيوتهم وسياراتهم وعمايرهم وحقهم المحلات والمولات اللي فتحوها هذا الحين، مولات على كف من يشيل، لو أنت يا ابني بس تشوف اللي هم حق الضمان الاجتماعي على بهذلة مبهذلين تعبانين وفي الشمس مطوبرين على طول الشوارع اللي هي فروع البنك التسليم واللي هنا في مناطق الداري في مناطق هايل في مناطق المطار مبهذلين، وفوق هذا نهب وسلب عيني عينك وهي قديم للضمان الاجتماعي مشي حتى تبع الدولة، أي مشاريع أنتوا بتتكلموا عنها إحنا تحت سيطرة سرق، إحنا تحت سيطرة قتلة، مستحيل إنهم يعني يخرجوا من بواقي الأكل اللي هم بيأكلوا ويدوها للناس المساكين، إذا كانوا الحوثيين بيحاربوا على يعني إحنا فعما إحنا زي ما تقول حطبهم يحرقونا، ومن يحرق أكثر يعني هو الفايز، إن كان من عفاش وإن كان من الحوثيين، إحنا حطبهم، اللي يحرق أكثر واللي يقتل أكثر سواء كان تجويع سواء كان مرض سواء كان في الجبهات هذا هو الفايز. نعم، طيب سيدة أم محمد، يعني بوجهة نظرك يعني الاحتياجات الأساسية والضرورية التي يفتقدها المواطن من سد رمقه أو جوعه في هذه الظروف، خصوصا ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، أين السبيل من يعني المواطنين من كل هذه المآسي وكيف سوف يتعايشون؟ والله يا ابني حالنا سيء جدا، ما أظنش إن إحنا إنه الآن أهالي صنعاء، يعني إذا ما كانش الغالبية يعني شاقول النصف من أهل صنعاء ما عاد يفكروا في حد اسمها عيد، كانوا زمان يقولوا لنا العيد عيد العافية، الآن فعلا قد إحنا عيد العافية، يعني الذي قدوم متعافي وحاسن عاد الرمق بيطلع وينزل والروح عادي في جسده بيقول الحمد لله على كل حال، أغلب البيوت يا أخي إن كان إذا رمضان عاد سار عيد رمضان المبارك الذي مشي أغلب الناس عيدوا في بيوتهم، واللي عادوا حالتهم تعبانة كانوا يتزاوروا بيناتهم البين والسلام عليكم وعليكم السلام، ما عادش معانا عيد، ما عادش هذيك الفرحة، إذا كانوا يوم العيد إيرانا بيخرجوا يلقطوا قوارير ويخرجوا يلقطوا، ما عادش حد اسمها عندنا عيد، يوم العيد هذا صار من الأيام التعيسة،
الايام الثانيه. الفرحه هي فرحه ان احنا عاد احنا متعافين، والفرحه ما عاد بش ما كان من اول الذي يخرج ويصير يشتري، هلا من عاد عنده قدره، لا رواتب ولا مصدر رزق ولا عنده وظائف ولا عنده اعمال. الوظائف الحكوميه غلقت ابوابها واستبدلوا الذي هو ما هوش موالي بل الذي هو موالي للحوثيين، والذي هو ساكت خرجوه، والذي هو جالس في البيت قفلوه غلقوا معاشاته، واللي ما معه سايري جاي يدوله قساين ما فعاد القساين. ما عاد بش الفرحه، ما عاد بش عيد. احنا بالنسبه لنا احنا الان في صنعاء تحت سطوه ميليشيات كل همها القهر. نعم، واحنا طيب. عايشين فعلا حاله القهر هذا. نعم سيدة ام محمد، ختاما ما هي الرساله التي يمكن ان توجهها عبر شاشه سهيل من هذا الوضع الكارثي والانساني؟ انا رسالتي اوجهها للشعب، اصحوا يا شعب اصحوا، الحاله اللي احنا فيها صارت مزريه. الى متى عم ننتظر؟ الى متى؟ خلاص احنا بنموت، احنا تعبانين يا شعب. يكفي تجهيل، جهلونا، تعصبونا، كحرونا، الى متى؟ الى متى؟ اصحوا يا شعب اصحوا، احنا اليمن، الايمان يمن والحكمه يمنيه. الى متى عم نظل نتقاتل بهذه الطريقه؟ الى متى عم نظل ندعس تحت ظلم الجبروت هذا اللي احنا مش قادرين نرفع راسنا له؟ ليش؟ من هو بشر؟ من هو اريق الله صالح؟ من هو الحوثي جنب فرعون؟ الى متى؟ توحدوا كلمه واحده، احنا شعب قوي، احنا شعب مناضل رغم السنين هذه اللي مشيت، ورغم القتل والتجهيل والقهر والباطل اللي احنا عايشين فيه، رغم ان احنا هذا كل اللي بيحصل فينا، رغم هذا احنا لازمنا عايشين، معناته احنا اقوياء. متى نصحى نصحصح يا شعب، نصحصح نكون يد واحده؟ يكفي اللي حصل لنا من قتل وتشريد وظلم. نحن ناقصين؟ احنا قادرين زي ما قدرنا في 2011 نرفع رؤوسنا وقدرنا ندي كلمتنا، احنا قادرين. من عيجي الحوثي ومن عيجي سلاحه ومن عيجي علي عبد الله صالح ومن عيجي اتباعه؟ احنا قوه، احنا جبروت، بس نتوحد ونعرف من هو عدونا الحقيقي، من هو العدو اللي رفع الاسعار؟ من هو العدو اللي قطع الرواتب؟ من هو العدو اللي دخل الحوثي الى اليمن الى صنعاء؟ من هو العدو الذي هو جالس يجوعنا ويتمتع بتجويعنا وبموتنا وسط بيوتنا ونخرج من بيوتنا مقادر؟ ليش ما نتوحد ونكون كلمه واحده؟ الى متى؟ رسالتي للشعب، احنا قوه، بس كل واحد يستشعر قوته داخل نفسه ونصير قوه واحده ونقول للظلم لا، لا يكفي، لا هنا يكفي، وامرنا وحسبنا الى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا لك سيدة أم محمد، مواطنة من صنعاء، نقلت لنا الصورة وربما لامست كلماتك الضمائر الحية الصادقة التي تعبر عن معاناة أبناء الشعب اليمني في ما يمرون به من مآسي في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية. أستاذة هند، يعني سمعت هذه المكالمة، تعليقك على الوضع الكارثي الذي تمر به العاصمة صنعاء تحديدا أمام بذخ على العلن وعلى الملأ وأمام يعني حالة لا يمتلكون قوة يومهم. هو الوضع مزري تماما في صنعاء وفي غير صنعاء حقيقة، وضع إنساني متردي كما قلنا وكما قالت المتصلة. يعني ماذا، من نحدث أصلا؟ من نحدث إذا تحدثنا مع مجموعة من الإنقلابيين لا يهمهم الوضع أساسا، ولكن يفترض أن الحكومة الشرعية أيضا تبحث عن سبل لإعانة هؤلاء الناس. عادة في الإشكالية الداخلية يكون هناك الجانب الإنساني نوعا ما موجود عند القائمين على هذه البلد أو الحاكمين لها، سواء من انقلب أو من هو نظام يعني قائم، فيفترض أن يستشعر الجميع حال هؤلاء الناس. أنا لن أتحدث عن صنعاء فقط، ولكن أتحدث عن الجمهورية اليمنية شمالها وجنوبها حقيقة، وأخص وبذلك المناطق المحررة وغير المحررة، الجميع يعانون. حتى المناطق التي لم تحرر إلى الآن ما زالت إشكالياتهم قائمة، اقتصاديا وإنسانيا وصحيا وتعليما إلى آخره، ما زالت الأذرع هنا وهناك تعبث. فيفترض أن لو خاضبنا الجانب الإنساني في الإنقلابيين وقلنا لهم لا تعطوا الناس شيئا، ولكن دعوا المساعدات تدخل، هناك مساعدة تأتي وتبتلع في الطريق. والمشكلة عندنا في اليمن كل يحمل المسؤولية على الآخر، الإنقلابيين يحملونها على حكومة الشرعية وعلى التحالف، والحكومة الشرعية تحملها إليهم، وفي المنتصف ضاع المواطن البسيط.
زادت الحالة الإنسانية سوءا وزاد الناس جوعا. الوضع الصحي متردي جدا، هناك حالات السرطان والفشل الكلوي والكذا، هؤلاء ما عادوا يجدون دواء، حتى الرعاية الصحية البسيطة ما عادت موجودة في اليمن ولا قائمة أساسا. فيفترض أن يستشعر الجميع مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الناس. حقيقة عندما نشاهد أو نقرأ عن وضع الرؤساء والحكام الأجانب تجاه شعوبهم، لماذا يمتلكون هذه الروح الإنسانية تجاه هؤلاء الناس بينما المواطن العربي لا يجد هذا من حكوماته؟ وأنا أتحدث بشكل عام المواطن العربي لأن هذه سمة غالبة على العرب، لديهم الكرسي ولديهم أن يصل إلى حكم أو أن يبقي عليه، وليذهب الجميع إلى الجحيم مهما كان هذا الشعب. فهذه أمور سيئة تماما. يفترض أن يستشعر الجميع مسؤولياتهم. عند المسؤوليات وتحديدا عما تحدثين به، نلاحظ بأن أغلب المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية الإغاثية وغيرها مقرها الرئيسية في العاصمة صنعاء. أين كل هذه المؤسسات من هذه الكوارث الإنسانية؟ للأسف الشديد هو المنظمات الدولية غالبا هي شكليا تقدم أرقام أنها قدمت مساعدة كذا وكذا، لكن الناس تزداد حالتهم المعيشية سوءا ويزداد الفقر وتزداد المجاعة، فأين تذهب هذه الأموال أساسا؟ إما أن هناك في إذا أحسن الظن أن هناك سوء إدارة لهذه الأموال التي تصل إلى الناس، وعدم وجود الوسيط الفاعل والفعلي الذي يوصلها إلى الناس، هذا في أحسن الأحوال وإذا نظرنا بنظرة إيجابية، أو أن هناك تواضع أساسا وأن هذه ما تركوها قائمة أصلا إلا لأنها تغذيهم شريان الحياة للإنقلابيين. وإلا بالمقابل هناك جمعيات يمنية كبرى شاركت منذ سنوات طويلة في مساعدة الشعب اليمني، والآن تم إقفالها وملاحقة أصحابها ومصادرة كل ممتلكاتها. لماذا هذه بقيت وتلك ذهبت وكانت تقدم خدمة حقيقية للناس؟ هناك مثلث برمودا في اليمن يبتلع المساعدات ويبتلع الإيرادات، ولا ندري إلى أين سنصل إذا ظلت الحالة بهذا الوضع المؤذي تماما. نعم، ربما أخذنا نموذج عن العاصمة المحتلة صنعاء، والآن معنا نموذج آخر مع الدكتور متعب الجبلي رئيس اتحاد شباب إقليم تهامة، يطلعنا على تفاصيل الأوضاع في إقليم تهامة بشكل عام تحت سيطرة هذه الميليشيات الانقلابية. سعد الله مساءك دكتور متعب. أهلاً وسهلاً أخي الكريم، مساك الله بالخير أنت والمشاهدين الكرام وضيفتك الكريمة. أهلاً وسهلاً بك دكتور. ماذا لديك أن تحدثنا حول الوضع الإنساني والكارثي في ظل سيطرة الميليشيات الإنقلابية في إقليم تهامة؟ بالفعل أخي الكريم، هناك العديد المشاكل والمعاناة التي يعانيها المواطنون في تهامة. نتحدث عن مشاكل عن مشاكل موجودة أساسا كانت موجودة من عهد النظام السابق نظام عفاش، وهي انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، إهمال المحافظة من ناحية بناء بنية تحتية جيدة صحية كانت أو خدمية. أنت تعرف أخي الكريم أن الكهرباء لا تغطي إلا جزء قليل جدا من عدد من بيوت محافظة الحديدة. نتكلم عن مديريات لم تدخلها الكهرباء اطلاقا، يعني تخيل نحن في القرن 21 في ناس لم ترى النور في حياتها، رجال في تهامة شقوا وشاقوا وشاقوا ثم ماتوا ولم يروا الكهرباء او الدواء البارد او تشتغل المروحة في منازلهم. الوضع الانساني في تهامة في ظل وجود الميليشيات تفاقم بشكل كبير جدا. احنا نتحدث عن رسول موت لا رسول حياة، الخدمات تكاد تكون معدومة. نتحدث عن عدم وجود كهرباء، عن عدم وجود المياه. الآن كثير من الأحياء داخل مدينة الحديدة لا تجد المياه، المناطق الريفية. دكتور متعب، تتحدث عن عدم وجود، كيف يسير المواطنون حياتهم اليومية في عدم وجود مقومات الحياة البسيطة من ماء وكهرباء وغيرها، خصوصا وفي هذا الحر الشديد، الحر التهامي المعروف، كيف يسير أبناء تهامة حياتهم في ظل الانعدامات الحاصلة؟ لعلك شاهدت أخي الكريم يعني ما أظهر على شاشات التلفاز وعلى صفحات التواصل عن وجود عدد كبير من الوفيات
من أطفال تامة وشيوخ ونساء تامة بسبب سوء التغذية. لقد انطلقت في الشهور الماضية حملة لبيك تامة لإظهار ذلك للرأي العام، حيث قام بعض من الناشطين من أبناء محافظة الحديدة، وهذه المجاعة منتشرة بشكل كبير جدا في المناطق الساحلية. ترافق وجود المجاعة وجود الأمراض الوبائية المنتشرة بشكل كبير جدا. لعلك لاحظت الأعداد والأرقام المهولة، نتكلم عن ما يقارب 600,000 حالة في اليمن، يعني أو 800,000 حالة في اليمن، نصها تكاد تكون موجودة في محافظة الحديدة من حمى الضنك، كذلك الكوليرا من الكوليرا، كذلك حمى الضنك منتشرة بشكل كبير جدا وتؤدي إلى مضاعفات كبيرة جدا. وجود الملاريا التي لم تستطيع الحكومة السابقة ولا حكومة الانقلاب القضاء عليها، بل تفاقمت بشكل كبير جدا. انتشرت الأمراض بشكل لا يتصوره العقل، بالإضافة إلى وجود سوء في تقديم الخدمة الطبية، نتكلم عن مقارب 274 مرفق صحي تم إغلاقها، يعني تكاد تكون 50% من المنشآت الصحية مغلقة. نتكلم عن مغادرة الكادر الصحي إلى خارج البلاد، سواء كان الأجنبي أو المحلي لبحث عن لقمة العيش. المرتبات منقطعة ما يقارب السنة لموظفين الصحة. نعم، دعنا في الجانب الصحي، القمامة تتكدس بشكل كبير جدا. نعم دكتور متعب، انتشار العديد من الأمراض. نعم دكتور متعب، لدينا أرقام وإحصائيات مخيفة حقيقة، تتحدث بأن قرابة 4700 من مرض مراكز أو الأمراض في الأورام بالحديدة تكاد تنعدم عليهم كل المقومات الطبية في هذه المراكز. أمام هذا الرقم الكارثي والمأساوي، يعني لا يوجد هناك أي تحرك سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وأتحدث يعني عندما أتحدث عن هذه المراكز وإيقافها نتحدث أيضا عن إيرادات محافظة الحديدة التي تدير هذه أو إقليم تهامة التي تدير الميليشيات الانقلابية وتأخذ مواردها، ألا يوجد تحرك في هذا الجانب على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي؟ بالنسبة لإغلاق مراكز الأورام وكذلك مراكز الغسيل الكلوي المنتشرة في أربع مناطق في محافظة الحديدة، بالفعل هناك أرقام مهولة جدا. يا أخي تخيل أن الميليشيات مستشفى فور الحديدة الذي يستقبل عشرات مئات الحالات، الذي قد يكون هو المنشأة الرقم واحد في الحديدة، يفصلوا عنها الكهرباء، يتدخل تجار في الحديدة لإعطائهم مولدات لتوليد الكهرباء لهذا المستشفى، بينما يتاجرون هم في كل السلع، يتاجرون بالغاز، يتاجرون بالكهرباء، يتاجرون بالنفط. أنا أحدثك عن مشكلة قد تكون عالمية إن لم تكن محلية. إحنا نتكلم عن أرقام في اليمن، يعني قد تكون الآن البلد الأولى على مستوى العالم من حيث الكارثة الإنسانية والوضع الصحي بالتحديد. فعندما نتكلم عن مستوى اليمن هناك ما يقارب 50% هذا من هذه الأرقام موجودة في إقليم تهامة. نسبة الأمن الغذائي، أنا أحدثك عن ما يقارب 60% من سكان اليمن بحاجة إلى وجود مساعدات غذائية ومساعدات دوائية وإنسانية. نصف هذا الرقم بالتحديد يوجد في محافظة الحديدة والمناطق المحيطة والمناطق في إقليم تهامة بشكل عام. الحديدة، لماذا نتكلم عن الحديدة بشكل خاص؟ الحديدة البيئة أو المناخ مناسب لانتشار الأمراض لكي يعيش فيه ويتكاثر المسببات المرضية. بالمقابل في جميع بلدان العالم يكون هناك مكافحة، يكون هناك عمل مستمر ومتواصل للقضاء على هذه الميكروبات وهذه المسببات المرضية. أنت تتحدث عن ميليشيات الآن ليس لديها أدنى فكرة عن هذه الأمراض، ولا عن الجانب الإنساني ولا الجانب المعيشي ولا الجانب السياسي. احنا نتكلم عن ميليشيات جاءت من كهوف لتقتل الشعب اليمني بكل الوسائل المتاحة، سواء بالأسلحة أو بالأمراض أو بالحصار أو بالمجاعة. نعم. يا أخي الكريم، والله العظيم تدمع العيون عندما ترى الأطفال يموتون جوعا. نحن في القرن 21، الناس تطلع إلى الفضاء، الناس تصل إلى تشتغل على العلم على التكنولوجيا، ونحن في تهامة ما زلنا نبحث عن لقمة العيش، ما زلنا نبحث عن من يوفر لنا مواد غذائية لأبنائنا لكي لا يموتوا. نعم. في المقابل كما ذكرت هناك مليارات المليارات. أنا أحدثك عن ميناء الحديدة فقط الذي يعني حسب معلومات اقتصادية وخبراء يشتغلون في هذا الجانب،
نتحدث نحن في اجتماعات لنا كقيادات تهامية انه يكاد يغطي نسبة 50% من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ايرادات فقط ميناء الحديدة. نعم. فما بالك بمحافظة بحجم الحديدة. نعم اشكرك. ما نسبته 30% من ايرادات الجمهورية اليمنية. يعني انا الان فقط اعطيني دقيقة لأقدم رسالة الى المنظمات الدولية والى الحكومة. نعم بنصف دقيقة دكتور متعب اذا سمحت لي، شرفنا الى الوصول الى الفاصل. نعم شكرا الكريم. بالنسبة لرسالتي وهي كالتالي الى فخامة الاخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، الناس تنتظر منك ان تقدم شيئا لها لتوقف معاناتها. لا نسلم الامر كله للميليشيات ولا ونخلي مسؤوليتنا، نحن مسؤولين امام الله عز وجل وامام العالم عن هذه الامة المتواجدة في محافظة الحديدة وفي اقليم تهامة. كذلك رسالتي للمنظمات الدولية، ان لم تعملوا الان متى تعملوا؟ أرقام كثيرة جدا تذهب إلى المنظمات الدولية ولا تصل إلى الناس، أرقام كبيرة جدا من الإغاثة يتحدث عنها العالم ولا تصل إلى المواطنين. المواطن التهامي لا يجد قوت يومه، وإن وجدوه فهم في أو نسبة قليلة جدا. الناس تعتمد على الصيد متوقف، الناس تعتمد على الزراعة، المشتقات النفطية تسببت في إيقاف الزراعة، الناس تعتمد على الثروة الحيوانية، الميليشيات تذهب هذه الثروة الحيوانية كمجهود حربي وتفرض إتاوات على الناس. الإيرادات لا تذهب إلى خزينة الدولة لتعود إلى المواطنين على شكل خدمات. أشكرك جزيل الشكر على إتاحة الفرصة أخي الكريم. أشكرك، الشكر لك دكتور متعب الجبلي على كل هذه الصورة التي وضعت المشاهد الكريم من مآسي حصل في إقليم تهامة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية. شكرا لك دكتور متعب الجبلي رئيس اتحاد شباب إقليم تهامة. أستاذة هند، ربما اختصر الموضوع، نحن في القرن 21 والناس يخرجوا إلى الفضاء بالتطورات، ونحن نتحدث عن إمكانيات موجودة وإيرادات وأرقام ذكرها لا تسخرها، لا يعني لم يعد المواطن يبحث إلى كل هذه الطموحات، بل يبحث على طموحاته البسيطة، إيجاد قوت يومي والعيش بكرامة وقليل من الاحترام الإنسانية في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية. يبقى السؤال، يعني لماذا إصرار هذه الميليشيات الانقلابية تدمير البنية التحتية، وماذا عن ردات الفعل المجتمع المحلي، وأيضا من يتحمل مسؤولية كل هذه الكوارث الحاصلة في اليمن تحديدا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية؟ هل نحمل الحكومة الشرعية بالتعجيل في الحسم العسكري، أم نحمل الميليشيات الانقلابية بحربها اللا أخلاقية ضد المواطنين؟ نستكمل الحوار بعد هذا الفاصل القصير. اسمح لي أستاذ هند. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير ومستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مستقبل وطن، ونستأنف النقاش حول تردي الخدمات في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية. وأجد ترحيب بضيفتي في الاستوديو الأستاذة هند محمد، الكاتبة والناشطة الحقوقية. أستاذة هند، يعني ربما طرحت سؤال قبل الفاصل أو عدة تساؤلات، أبدأ بإصرار هذه الميليشيات الانقلابية على تدمير البنية التحتية والتي ربما تنعكس سلبا على مستقبل اليمن. ربما الآن الأمر إذا كان يتدارك في سنة أو سنتين ربما الآن يأخذ وقت أطول، فبالتالي سوف تستمر هذه أو معاناة أبناء الشعب اليمني إلى سنوات طويلة. بوجه نظرك لماذا كل هذا الإصرار؟ حقيقة مسألة تجويع الشعوب ولسهولة قيادتها هي مسألة ربما أنا أظن أن الوطن العربي كله يدار بنظرية ميكافيلي. تجويع الشعوب هذه نظرية خطيرة جدا، أن تجعل من المواطن العربي أو المواطن في اليمن يسعى فقط وراء لقمة عيشه. هنا من السهل قيادته ومن السهل أن تتحكم به كما تشاء. هذا الإصرار طبيعي جدا لأنه قائم من ثقافة أصيلة في الوطن العربي أو وخاصة في الميليشيات هذه. يعني نحن نعرف من أيام الإمامة إلى يومنا هذا كيف كان وضع الشعب اليمني، تجهيل متعمد، حتى عندما تتكلم في أي بلد آخر عن اليمن يستغربون. إذا كان إلى هذا يعني بعد 50 عاما وأكثر من الثورة 26 سبتمبر ما زالت اليمن اسمها كلمة كأنها غريبة، حتى أبو الأحرار له كتابة بلاد الواق نواق، يعني شيء سيء أن تظل شعب صاحب حضارة كشعب اليمني مغيب تماما. وهذه هو تاريخ سابق لهذا الأمر.
تجهيل متعمد، تجويع متعمد ليسهل القيادة. أنت لا تستطيع أن تقود شعب واعي أو شعب متعلم، وبالمقابل إذا شبع الشعب واكتفى بلقمة عيش اكتفى في الحصول عليها سيبحث عن الأفضل، وهذه مصيبة الأنظمة الدكتاتورية. فبالتالي هذا وضع طبيعي جدا في هذه المرحلة. الأشياء الآخر، الشعب اليمني لا يوجد لدينا وعي حقوقي، نحن نفتقد ماذا لي، حتى عندما تتكلم مع الأشخاص من أيام علي عبد الله صالح وما قبل ذلك، هي المشكلة في الشعوب. أنا أعتقد الحكم لا مشكلة عليهم أن يأتي شخص إلى الكرسي له أطماعه وله أحلامه، أن يورث إلى أن يصل إلى قيام الساعة وهو يورث أبنائه وأحفاده، فهذا وضع طبيعي. أين يصير المحك؟ المحك عند الشعب الواعي عندما يقف إلى هنا وتوقف. لكن عندما تتكلم مع واحد من أفراد الشعب يقول لك هذا رئيس جمهورية من حقه يمتلك أي شيء، لماذا من حقه يمتلك كل شيء؟ طب هذا مسؤول، هذا شيخ كبير، لماذا نمجد هؤلاء الناس؟ لماذا نترك لهم مطلق الحرية أن يستولوا على كل شيء؟ يعني هناك تبذيل من قبل تصرفات الميليشيات الانقلابية، يعني عندنا مشكلة في الوعي، في الوعي المجتمعي. ومن قيام الثورة 26 سبتمبر إلى اليوم نحن الآن بحاجة إلى ثورة جديدة، يعني حتى ثورة 2011 فبراير. لكن عندما تتحدثين يعني هذه فئة محصورة وقليلة، لا ربما لا يكون لها التأثير الأكبر على الرأي العام بالنسبة للمجتمع اليمني، ربما هناك أسباب خفية حول هذه المصالح الضيقة التي ربما لها أجندات خارجية تنفذ اليوم. الأجندات موجودة، واليمن شماله وجنوبه لن يدر بأجندات، وهذا شيء معروف تماما. لكن أيضا لما عندما تخبرني وتقولي أن أصحاب الوعي المنخفض فيها محدودة، لا، هم أصحاب الرأي الوعي المنفتح هم أصحاب هم الفئة المحدودة حقيقة. عندما تتابع كتابات وتتابع أحاديث العامة بشكل عام تلاحظ أن هذه يعني نظرة مجتمعية عامة. أنا أقصد بالنسبة للفئة الميليشيات الانقلابية لا تمثل شيء، فبالتالي كيف لها أن طغت وأثرت برأيها العام، خصوصا أن تتحدثين عن بعض التبريرات. الميليشيات هذه هي ليست صاحبة مشروع، ومنذ البداية معروف أنها ستسقط مباشرة. هي ليس لديها لا مشروع سياسي ولا مشروع فكري ولا مشروع ديني، هذه قائمة على غوغائية، هي لها أجندة معينة تنفذها للغير، وبالتالي قرارها ليس في يدها. حتى عندما نخاطبهم بالعقل والمنطق والقانون لن تأتي بشيء، لأن القرار ليس بيدها. فبالتالي يعني عندما نتكلم في هذا الأمر، هذه مسألة طبيعية، أنهم ليس لهم وجود أصلاً، هي فئة محدودة، وهناك من أوجدها لضرب خصوم معين في مرحلة زمنية معينة. لكن الآن من دعمها أساساً للأسف الشديد هو علي عبد الله صالح. لكن الآن هناك تبعات يعني انعكاسها مباشر على المواطن، ونتحدث عن انعكاس لأنها يعني سيطرت على نتحدث عن مآسي، ونتحدث يعني كما سمعتي المتصلين يتحدثون عن انعدام المقومات اليومية البسيطة. يعني هناك من أوصلها لهذا المرحلة، جماعة الحوثي هي جماعة محدودة في اليمن. إذا تكلمنا عن جماعة الحوثي كالجانب، عندما نتكلم عن الهاشمية في اليمن تحديدا، هي ليست المسيطرة وليست ذات القاعدة الكبرى في اليمن، لكن الآن هناك المتحوثين وهناك من أوصلهم. للأسف الشديد علي صالح، وإن كنت دائما أردد أن علي صالح ليس شرا مطلقا كما أنه ليس ملاكا مطلقا، هو بشر كان له أخطاءه أثناء حكمه وكان له بعض الإيجابيات، وهذه لا نقدر أن ننساها لعلي صالح. مشكلته سيطرة روح الانتقام عليه، وهو الذي أوجد هذه الجماعة وهو الذي أوصلهم إلى هذا المكان. لو لم يسندهم علي صالح بالحرس الجمهوري وبكل قيادات الدولة لما وصلوا لهذا الحال. وأظن أن المفتاح الآن في هذه، ربما لن تكفر كل الإيجابيات التي تحدثت عنها، ربما تبقى وجهة نظرك يا أستاذة هند. والآن معي عبر الهاتف الصحفي حسين الصوفي، مرحبا بك أستاذ حسين. أستاذ حسين، هل تسمعني؟ نعم. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين. يعني نريد منك مقارنة بالمناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية
والمناطق التي تديرها الشرعية، ونتحدث عن كوارث إنسانية وتردي للخدمات وربما جوع وفقر ومجاعة تتزايد يوما بعد يوم أمام الثراء الفاحش الذي ربما يستفيد منه المشرفين والمتحوثين والميليشيات الانقلابية وزمرتي. ماذا يمكن أن تقول في هذه المقارنة في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية ومن تديرها الحكومة الشرعية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها؟ شكرا لكم. الموضوع حساس للغاية، نحن نتحدث اليوم بعد ربما 3 أو 4 أيام، يعني في الأسبوع الماضي كانت المشادات الكلامية والمواصلات بين المقلوع وبين الحوثي، وكانت لحسن حظ اليمنيين ولسوء حظهم في نفس الوقت أن المشادات الكلامية كلهم يعني كل طرف كان يتهم الآخر بأن ميزانيات الاحتفالات التي أقامها الحوثيون وأقامها أيضا المقلوع تساوي أضعاف ما يمكن دفع راتب الموظفين اليمنيين على مدى سنوات. يعني بعض الصحفيين المؤتمرين أو أوجد الإحصائية قالوا أن تكلفة ما ينفق الحوثيون على الاحتفالات والموالد ربما تكفي 5 سنوات من رواتب الموظفين في هذه. فقد الاتصال مع الأستاذ حسين، ربما سوف نعاود مع الاتصال مجددا. وأشار إلى نقطة مهمة، يعني هناك إيرادات عندما تخرج حشود لأنصار المخلوع صالح أو أرتال عسكرية مدججة بالسلاح من قبل الميليشيات الانقلابية، يوحي بأن هناك مصادر دخل لهذه الميليشيات الانقلابية متناسية من هم تحت رحمة كما تحدثت المتصلة أم محمد تحت بنادق الميليشيات الانقلابية. لماذا سياسة هذه التجويع والفقر والتجهيل أيضا التي تمارسها الميليشيات الانقلابية في ظل الأحاديث والأكذوبة التي يروج عليها من قبل إعلامهم، وما هو واقع ملموس اليوم من معاناة؟ الإيرادات كما تكلمنا في البداية موجودة، الإيرادات موجودة وبكثرة، وهناك توجه إقليمي ومن التحالف للدعم ومن العالم بشكل عام هناك دخل يأتي. وأكثر ما يعني أبسط مثال على ذلك احتفالاتهم، أبسط احتفال تدفع فيه المليارات، تعليق الصور، تعليق الخرق، تعليق أشياء كثيرة. لكن عندما تتحدث مع هؤلاء أو مع حتى بعض الفئات يخبرك أنه لا يوجد دخل، من أين يأتي الدخل وهناك حصار؟ طيب هذه الاحتفالات المصروف عليها من فين يأتي دخلها هذه؟ فهناك استغفال للناس، هناك آلة إعلامية تعمل بجد يعني الاستغفال للناس وزيادة في التجهيل والضحك عليهم. صحيح أن الناس بدأت تضح لها الصورة تماما، ويبدو أن الله سبحانه وتعالى يسر أن تحكم هذه الفئة الضالة وأن تستمر في الحكم لفترة حتى يرى الناس بذلك بأم عيونهم. لو ظل الناس يتحدثون إعلاميا والمفكرين والعلماء وكذا لن تتضح الصورة للناس تماما، ولكن عندما رأوهم رأي العين وحكموهم تماما الآن يعني ستتضح الصورة تماما. عايشوا التصرفات. نعم عايشوا التصرفات وعايشوا هذا البذخ في لكل احتفالاتهم وفعالياتهم. نعم. في حين أن المواطنين يموتون جوعا، وربما نصف هذه المليارات قد تفي بالغرض لسند هذا الشعب المسكين. نعم ربع عاد إلينا الآن الأستاذ حسين الصوفي، مرحبا بك مجددا أستاذ حسين، واستكمل الفكرة التي كنت تتحدث فيها. نستعدي متى انقطع الخط، لكني كنت أود الإشارة إلى نقطة مهمة جدا للغاية. يعني يعني المخلوع في خلال الأسبوع الماضي وثيقة مهمة جدا، يجب على الشعب اليمني أن يلتقطها، يجب علينا أن نعيدها 1000 مرة ومرة، يجب علينا أن نستمع إليها بتمعن وأن نفهم ما يقولون، لأنهم يقولون وهم يعرفون ماذا يفعلون، هم ينهبون أموال الشعب اليمني، هم يقولون أنهم أنفقوا في خلال الاحتفالات على الموارد والاحتفالات العبثية التي يفعلوها ما يوازي رواتب الشعب اليمني لمدة 5 سنوات، وهم الآن يتحدثون أنه لا يوجد هناك مرتبات للشعب اليمني. نحن نتحدث اليوم عن أن هناك أكثر من 800 أو 900 من مرضى سرطان الدم تم نهب مخصصاتهم للمستشفيات. نحن نتحدث عن نهب ميزانية المستشفيات، عن
نهب البنك عن كل نهب المخصصات البنوك وايضا المستشفيات وايضا اصحاب القصير الكلوي. الامم المتحده والمنظمات الدوليه حينما تتحدث عن مرض الكوليرا وازعجتنا بمرض الكوليرا ولم تفعل شيئا، لم تتحدث عن الاموال التي نهبها الحوثيون وعن تعطيل المستشفيات، تعطيل الخدمات الصحيه، نهب كل يعني حتى انهم عملوا نقاط ومداخل على الحارات ليقوموا بما يسمى بجمارك ومنازل في كل في المحافظات. هؤلاء يبتزون الشعب اليمني، يسرقونه وينهبونه ثم يتداعون بانهم يقدمون التضحيات او يقتلون الشعب اليمني، ان لم يقتلونهم بالجوع ولم يقتلونهم بالفقر ولم يقتلونهم بالمرض كما قتل استاذ جامعي وصمه عار في جبين هذا هذه الميليشيات العدديه، ان يقتل استاذ جامعي ان يموت جوعا وله اكثر من 9 أشهر او 8 أشهر لم يستلم راتبه حتى ان تفيض روحه، وهؤلاء يعبثون بالاموال ويقولون انه ليس هناك مرتبات. يجب ان يوضع حل او حد لهذه المأساة الانسانيه الكارثه التي نعم. استاذ حسين، استاذ حسين اعتذر المقاطعه لضيق الوقت، يعني اختصرت الموضوع بان ما يصرف لاحتفالات معينه كفيله بتغطيه 5 سنوات لمرتبات موظفين الدوله، هذه على مستوى نهب وسرقه لايرادات الدوله وتدمير للبنيه التحتيه والاقتصاد اليمني. ماذا ايضا باختصار شديد اذا سمحت لي عن المناطق الخاضعه تحت سيطره الحكومه الشرعيه ومساحيها لتحسين اوضاع المواطنين؟ للاسف الشديد يعني لا تزال الحكومه اليمنيه يعني ربما الحكومه الشرعيه، لان كنا قد دعونا الى تشكيل حكومه حرب، كانت فينا من الحكومه تشكيل حكومه حرب 4 وزراء هم كانوا هم يقومون باللازم، يعني كنا نحتاج الى وزير يهتم بالشؤون الاقتصاديه والانسانيه، وكنا نحتاج الى وزير يهتم بشؤون الشهداء والجرحى والمستضعفين، ووزير من الجانب العسكري ووزير من الجانب السياسي، كنا نحتاج 4 من الوزراء، لكن للاسف الشديد الحكومه الشرعيه لا زالت عاجزه عن حل ربما مشاكلها، وهي ضائعه هنا وهناك. مثلا في عدم الخدمات، كل يوم يعاقب اليمنيون بقطع الخدمات كلما تازمت الامور السياسيه بين الاطراف الداخليه والخارجيه، وكل اللاعبين في اليمن تعود على المواطن يعني للاسف الشديد، بينما يعني نحن ايضا نتحدث عن اهمال الشديد وكبير لمحافظه مأرب، يعني يقاتل محافظه مأرب وحده وكل الثقل الشرعيه اليوم موجود في مأرب، لكنها لم يتم الاهتمام بمحافظه مأرب، لم يتم دعم اراده السلطه المحليه مثلا، يعني لا تزال السلطه المحليه في مأرب تقوم بالايرادات التي ربما فرضها لها علي عبد الله صالح قبل مثلا عشرات السنوات، بينما هي اليوم تمثل عاصمه الجمهوريه، تمثل العمق الحقيقي للشرعيه، لكنه لم يتم الاهتمام بها ورعايتها، وهذا يجب الحكومه ان تفعل حلا، لانه ربما لم يعد هناك اي صبول لاي اهمال او تقصير. أشكرك جزيل الشكر الصحفي حسين الصوفي، كنت معنا عبر الهاتف. ربما بقي لنا دقائق معدودة أستاذة هند نتحدث في ختام هذه الحلقة عن الدور أو الفاعل في المجتمع اليمني حيال هذه الكوارث، من توعية سياسية، من توعية مجتمعية قبلية، وأيضا مسؤولية الحكومة الشرعية أمام المواطنين سواء كانوا في سيطرة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية أو في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم، ما هي المسؤوليات التي تترتب عليه؟ حقيقة الحكومة الشرعية لا تخلو من المسؤولية حتى في المناطق المحررة وغير المحررة، على الأقل في أسوأ الأحوال الحكومة الشرعية تلمس معاناة المواطن في الداخل وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين، في أبسط شيء ربما استيعاب حقيقي للمساعدة والمعونات التي تأتي، ثم بعد ذلك إيجاد وسيط دولي نزيه لإيصال هذه المعونات، هذا أقل ما يمكن للمناطق غير المحررة. أما المناطق المحررة فقد أصبحت في أيديهم، يعني عندما يحتشد الثوار كامل من الصحفيين ودكاترة وإلى آخره وناس ملاحقين، ثم يتجهون مثلا إلى مأرب أو يتجهون إلى المناطق الجنوبية، فيجدون أنفسهم في غلاء معيشي كبير جدا، عدم وجود منازل، عدم وجود رواتب، عدم وجود دخل،
تصبح المعاناة مقسمة مضاعفة. يعني هو كان يعاني في ظل الانقلاب وأصبح يعاني في ظل الشرعية، فيجب أن تتحمل الحكومة الشرعية واجبها الأخلاقي والإنساني والقانوني تجاه الوطن بأكمله، ثم بعد ذلك وتخصص جزء على الأقل للجانب المناطق المحررة حفظا ما الوجه على الأقل. حتى في المناطق المحررة أيضا تقع مسؤوليات على الأهالي المناطق، ماذا يمكن أن تضيفي من حديث حول مسؤوليات المجتمع اليمني حيال هذه الأزمة والكوارث التي صنعتها الميليشيات الانقلابية؟ في حقيقة هو لولا الخضوع من بداية الأمر ولولا الجهل الموجود ولولا مسألة الضرب هذا بذاك، هي المجتمع شارك في هذا الأمر. يعني عندما تتحدث مع أشخاص يقول لك لا لازم يأتي هذا، لازم يحكمنا هذا، ما نريد فلان. إذا كنت تغض الطرف عن حزب مثلا سلمي مدني لأنه لا يتفق معك إيديولوجيا أو لا يتفق معك سياسيا وتنصر عليه مجموعة ميليشياوية من لحظتها الأولى متضحة صورتها لمماحكات سياسية أو تبعا لأشخاص معينين، فهذا أمر يتحمله أيضا المواطن حقيقة، كما تتحمل الميليشيات الأمر ويتحمل الشرعية ويتحمل كذا، أيضا الشعب نفسه يتحمل المسؤولية. فلولا الخنوع ولولا الجهل ولولا أنهم شاركوا في هذا الأمر لما وصلت الحالة إلى ما وصل إليه. الآن في نحن أصبحنا في 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 وسط المعركة، ما عاد عندنا شيء آخر. نسأل الله السلامة سبحانه وتعالى. لا لا. ونتمنى إما الحسم السريع في هذا الأمر أو إيجاد حلول سياسية مرضية لجميع الأطراف، لا تغفل حق الشهداء ولا حق الجرحى، ولا ننسى أيضا الجرحى، هناك جرحى تعفنت جراحهم وفقدوا من أعضائهم لا أحد يلتفت إليهم، وهذا معي في حق شرعية أولا وفي حق المجتمع الدولي ثانيا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في ختام لا يسعنا إلا أن نقدم لك شكري الجزيل أستاذة هند محمد الكاتبة والناشطة الحقوقية، شكرا لك. وأيضا الشكر مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة لمن شاركونا عبر الهاتف، للصحفي حسين الصوفي وكذلك للدكتور متعب الجبلي رئيس اتحاد شباب إقليم تهامة، وكذلك للمواطنة أم محمد التي نقلت لنا صورة الوضع الإنساني المأساوي والكارثي في العاصمة صنعاء، كما الشكر منقول لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة والإصغاء، نلقاكم في حلقات قادمة، حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات محدثكم أحمد الفرحان، كما أقول لكم تحية طاقم البرنامج، لأن اللقاء يتجدد بكم بإذن الله تعالى، ودمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.